السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتكلمكم على مشروع بقيمة 7200 دولار. المشروع هذا عبارة عن ماكينة ممكن تصنع معجنات طاطلي، كبة، أنواع من الكبة، أنواع من المعجنات المحشية والغير محشية، الدائرية، الطولانية، الاسطوانية، شو تريد ماكو مشكلة. هذه الماكينة هي مشروع العمر، لأن هذه ماكينة صغيرة مواصفاتها خيالية. أول شيء الكهربائيات مالتها مصنوعة من شركة باناسونيك اليابانية. ثاني شيء الستيل الخارجي هو ستيل 304، غير قابل للصدأ، غذائي، بيها شهادة أنه هذه من وزارة الصحة الصينية. بعد ايش عندك؟ عندك حوضين، هذا الحوض هو حوض العجينة، تمام؟ هذه حاليا عجينة. عندك هذا الحوض هو حوض الحشوة، هذا الحوض تخلي به الحشوة. يعني مثلا اذا اردنا نسوي كبه محشيه باللحم والبصل، هنا تخلي العجينه وهنا تخلي اللحم والبصل. اذا اردنا نسوي كبه مثلا بدون حشوه، فنخلي هذا نفس هذا، يعني كبه بدون حشوه. او ممكن نسوي معجنات مثلا بيتي فور او كعك. اذا اردت تسوي كعك او بيتي فور تخلي، لان ما بي حشوه، تخلي هذا وهذا نفس الشيء. عرفت شلون؟ فهذه مشروع ب 7200 دولار، مشروع العمر، ضمان لمده سنه، صناعة درجة أولى. طبعاً شوفون هذه الماكينة ليش سعرها 7200 دولار؟ لأن مواصفاتها قوية كلش، شاشة لمس باللغة العربية والإنجليزية والصينية والفرنسية والروسية وأي لغة أنت تريدها نضيف لك إياها. تحكم كلش حلو، تعالوا نشوفكم ونشغلكم إياها. شوف إحنا مسويها هسه عربي، تريد هنا ترجع للقائمة الرئيسية، تريد تسويها إنجليزي، تريد تسويها عربي. أنا مسويها عربي. تدخل على القائمة، هنا عندك الحشوة، هنا عندك العجينة، وهنا عندك المقص. تتحكم بالشغلات اللي تريدها. وعندك بعد قائمة ثانية تكملة مالتها، هنا تتحكم بالتفاصيل مال المكبس. هسه راح نقول لكم شنو هاي التفاصيل كلها. أول شيء تعالوا احنا نشغلها. باعوا، بدأ التشغيل. العجينة تجي من هنا، الحشوة تجي من هنا، تنخلط، تنزل هنا، أنا عملية الخلط تصير هنا، راح تنزل. باعوا، اللون الجوزي هو الحشوة واللون الأبيض هي العجينة. أنت تتحكم، تريد العجينة أزيد، تريد الحشوة أزيد، عرفت شلون؟ هنا أنا تجي تطلع عندك الإنتاج كامل حسب الشكل اللي تريده. أنا اختاريت هذا الشكل. شو تريد أنت؟ أسطواني، دائري، مدعبل، مسطح؟ إذا أردت مسطح تشغل هذا القالب. هذا القالب ايش راح يسوي؟ راح يصفطها هيك. فايش راح تصير عندك؟ تصير عندك بهالطريقه هذه. فايش تريدها؟ تريدها مسطحه؟ اشغل لك القالب كله بالتحكم الالكتروني. عندك شاشه، شو تريدها؟ تريدها هيك طريقه؟ تريدها اسطوانيه؟ تريدها مدعبله؟ شو تريد؟ تتحكم بيها من هناك. عندك هذا القالب تتحكم به، تريدها مضغوط هواي يصير عندك خفيف، تريدها طويل، تريدها كبه دائريه، تريدها هيك. كل هذا تتحكم به عن طريق الشاشه. يعني اي شيء تريد، كبه تمريه، حلويات، معجنات، شو تريد انت ممكن. هذا مشروع متكامل ب 7200 دولار، ينتج اكثر من 100 200 500 نوع حسب اللي تريده انت. الطاطلي، الحلويات، المعجنات، كلش حلو. تعالوا ناخذ لكم لقطه من هنا حتى تصير كلش جميل. انت تتحكم بالانتاج، تريده بطيء، تريده سريع. وقفها، خلاص خلصتها، وقفها. مثل ما تشوفون هذا الانتاج طلع عندنا. طبعا على حسب العجينه مالتك، احنا هذه عجينه وهميه فقط على مود الشكل، عرفت شلون؟ باوع، شوف التقسيم مالتها شلون مرتب، شوفونه، شوف التقسيم شلون مرتب. انت تتحكم، تريد الحشوه اكثر تتحكم من الشاشه، تريد السمك يصير اقل تتحكم. شو تريد تتحكم من الشاشه؟ تتحكم بالشكل، وايضا تتحكم بالوزن. شلون تتحكم بالوزن؟ من تغير الاعدادات سريع او بطيء، هي هذه شلون تتحكم بها؟ كل ما تسرعها، مثلا اذا سرعت هذا، لان هذا بيه تحكم واحد وهذا بيه تحكم واحد، اذا سرعت الحشوه صارت الحشوه سريعه، اذا سرعت هذا يصير هذا اسرع، فانت تتحكم به، كل شيء تريد تتحكم تتحكم. وايضا عندنا هواي قوالب، قوالب حسب الطلب، يعني اذا تريد هذا القالب اوكي، تريد قالب ثاني اوكي، نضيف لك قوالب حسب الطلب. الماكينه سعرها 7200 دولار مع قالب واحد. كل ما تضيف قالب كل ما تضيف سعر على حسب القالب اللي تريده. هاي العجينه هنا، هذه الحشوه،
هذا الحشوة، هذه العجينة البيضة مثل ما تشوفون. احنا هسه شوف ايش يصير عندنا، العجينة بطيئة والحشوة سريعة. ليش؟ احنا شو نريد؟ نريد شوية عجينة وهواية حشوة، الغطاء عجينة قليلة وهواية حشوة، فاحنا غيرناها. ممكن تتحكم بالشاشة بكيفك انت، شو تريد؟ تريد العجينة هواي، شو يصير؟ تسرع هذا وتبطئ هذا، عرفت شلون؟ هاي كل التفاصيل اللي تريد تحتاجها من هذه الماكينة. 7200 دولار بدون شحن، مواصفات خيالية. ولا تنسون الكهربائيات، تعال شوف الكهربائيات، باناسونيك، باناسونيك ياباني الكهربائيات مالتها، مواصفات فشي كلش توب، وتتحكم بها على حسب اللي تريده. ماكينة فول مواصفات، واحلى ما بيها انه حجمها صغير، احلى ما بيها حجمها صغير، يعني بالبيت بالمنزل، مشروع بالبيت تقدر تسوي مثل ما تشوف. شوف ما تحتاج لك بس مترتين، مترتين والانتاج جاهز، فت 5 متر، يعني بغرفة صغيرة ممكن تبدي هذا المشروع، مشروع العمر. تحكم سهل، ماكينة درجة أولى، ضمان لمدة سنة، بعد لمدة سنة عندنا ضمان مدفوع الثمن، أي شيء يعطل عندك بفلوس تشتري، السنة الأولى مجانا. ضمان شركة ياسر بابا، تحياتي لكم. ستيل ستيل غذائي. مشروع ماكينات الكبة والمعجنات والطاطلي، وأكثر من 200-300 شكل. 7200 دولار فقط، ضمان لمدة سنة، تحكم شاشة باللغة العربية. شوف عندك الحشوة هنا والعجينة هنا، وهذه الماكينة شوفوها شلون تشتغل. طبعا الشكل والوزن والحجم تتحكم به حسب الطلب، انت شو تريد. ممكن الفيديو مفصل للماكينة راح ينزل على اليوتيوب. خلاص.